شرح الإيمان
على الحقائق الكتابية هي اللي بنستخدمها في البرهنة والشرح. نقول الكتاب قال كده، نجيب الشواهد، فبنعتمد على الكتاب المقدس. لكن في اللاهوت النظري الاعتماد بيكون على العقل والمنطق والطبيعة. ليه؟ لأن ممكن ناس ما يكونوش بيؤمنوا بالكتاب المقدس أصلا، فتيجي تقول له الكتاب قال، يقول لك أصلا الكتاب ده أنا ما اقتنعش بيه. فنبرهن الحقائق الإيمانية بناء على إيه؟ على المنطق والعقل. وده باعتبار ان كل الحقائق الإيمانية لا تتعارض مع المنطق والعقل. كل التعاليم الكتابية سواء العقائدية او السلوكية حتى كلها تتفق مع المنطق والعقل السليم. فعشان كده في بعض الحقائق تبص تلاقي لو ناس عندها عقل صافي وفي استقامة في الداخل يقدروا يوصلوا للحقيقة دهية. لكن ده الأسلوب زي ما بقول لكم اللي بنتبعه في شرح الحقائق الإيمانية بناء على المنطق والعقل والطبيعة، زي ما بيقول الكتاب كده: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. في حتة تانية يقول: مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية وجهوده. فالطبيعة نفسها بتعلمنا وتشهد بوجود خالق عظيم. في علم آخر حسب التقسيم ممكن نقول لاهوت أدبي، وده اللي بيدرس آداب التعامل بين الإنسان والله، بين الإنسان وأخيه الإنسان، بين الإنسان والطبيعة، بين الإنسان والملائكة ومع باقي المخلوقات، وده وفقا للكتاب المقدس أو الحقائق الكتابية. في علم اللاهوت الطقسي، وده يدرس ترتيب العبادة من حيث مبنى الكنيسة شكله ايه، من حيث الأصوات الأعياد المناسبات. كل ترتيب العبادة دوت بنسميه لاهوت طقسي. في لاهوت روحي يدرس الفضائل والمبادئ السلوكية الروحية اللي بنعيش بيها. في علم اللاهوت المقارن، ايه المقارن دوت؟ يعني مثلا احنا مسيحيين وكنيستنا هي الكنيسة الأرثوذكسية، لكن نلاقي في طوائف أخرى، في كاثوليك، في بروتستانت، في بيزنطيين أو روم. دراسة الفروق العقائدية بين المذاهب دهيت دي اللي يطلق عليها ايه؟ لاهوت مقارن. وده عشان ندرسه مفروض منطقيا يكون ندرس الاول ايه؟ اللاهوت العقيدي. ما
ينفعش ندرس لاهوت مقارن واحنا مش دارسين لاهوت عقيدي. يبقى هقارن بإيه؟ بحاجة مش فاهمها؟ لكن لازم يبقى عندي المقياس اللي هقارن عليه. وعشان كده احنا في دراستنا في اعداد خدام بنخلي اللاهوت العقيدي نبدأه في سنة أولى واللاهوت المقارن في سنة تانية، وبندرس فيه بقى نشأة الهرطقات اللي هي بسببها حصل اختلاف في الإيمان وهكذا. في علم آخر ممكن يتقسم يقول اللاهوت رعوي، وده اللي بيهتم بإعداد الرعاة وعلاقة الراعي مع الرعية والشروط اللي على أساسها بيتم اختيار الرعاة والقوانين اللي بتحكم هذا والواجبات وهكذا. فدي طريقة في كمان حاجة اسمها دين مقارن. احنا لو قلنا لاهوت مقارن ده في كمان دين ايه؟ مقارن. ممكن الفروق بين الاديان مش المذاهب بقى، دي حاجه يعني لاحقه كمان. فدي طريقه للتقسيم زي ما قلنا، في لاهوت عقيدي، لاهوت طقسي، لاهوت رعوي، لاهوت ادبي، لاهوت مقارن، لاهوت روحي. ايه تاني؟ احنا قلنا رعب بس ما قلتش بالترتيب. انا نظري لاهوت نظري ده اللي ما قلتوش فعلا. طب كده مصحصحين. في بعض ناس دارسين او علماء يدرسوا بطريقه تانية بقى، بطريقه موضوعيه شويه. يقول مثلا علم الكريستولوجي. يعني ايه كريستولوجي؟ كرايست يعني مين؟ المسيح. اللوجي الكريستولوجي اللي هو العلم. فالعلم الخاص بالسيد المسيح كل ما يخصه. من
خلال التقليد، فالتقليد ده يعتبر وحي، التقليد من الآباء الرسل. في قوانين الآباء الرسل 127 قانون، في تعاليم الآباء الرسل الدسكولية، في المجامع المسكونية اللي هي ما قبل الانشقاق، دي كلها برضو مصادر وأقوال الآباء القديمة. إذن أول حاجة اللي إيه؟ وإحنا بندرس اللاهوت الوحي الإلهي بمصادره المتنوعة. تاني حاجة العقل والمنطق، لأن زي ما قلت لكم الحقائق الإيمانية لا تتعارض مع العقل. في الضمير اللي ربنا خلقه فينا، تلاقي كده ناموس طبيعي جوانا يعرفنا الصح من الغلط. في الطبيعة زي ما قلت لكم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية واللاهوت. طب احنا ليه بندرس علم اللاهوت؟ أولا لينا عشان نبقى فاهمين إيماننا. القديس بولس الرسول يقول إني عالم بمن آمنت وموقن. عارف أن بأمن بؤمن بإيه؟ مش أي كلام وبس عشان طلعت كده أو استلمت كده، لا، في قناعة داخلية. وده بيبقى زي البيت المبني على الصخر، كل الواحد لما بيكون مقتنع باللي بيؤمن بيه محدش يقدر يزعزعه عنه أبدا، بالعكس هو ممكن يقنع الآخرين ويكونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. لما بندرس علم اللاهوت بتزداد معرفتنا بربنا، وكل ما نعرفه أكتر هنحبه أكتر. طب ليه؟ القديس يوحنا يقول لنا إيه؟ نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. طب لو أنا ما اكتشفتش هو أحبنا إزاي وعرفت إنه أحبنا، هل هعرف أحبه وهل محبتي ليه هتكون قوية؟ فعشان كده كل ما بكتشف وبدرس قد إيه ربنا أحبني، تلقائيا هبات له حب وحب. لما بندرس علم اللاهوت بيسهل لنا ازاي ننقل ايماننا ده للاخرين. ما لازم لما نتكلم بقناعه ومنطق يقنع اللي قدامي. دراسه علم اللاهوت تخلينا الكنيسه واحده، ما تنقسمش وما تنحرفش. إن في دراسات محددة الإيمان هو إيه، وبالتالي لو حد شط شمال أو يمين يتكشف على طول، لأن الأمور محددة، فيساعد على وحدانية الكنيسة، وحدانية الفكر، ويضمن لنا أصالة الإيمان، وفي استنارة للذهن. دراسة دايما في العلم العادي يقولوا العلم نور، مش كده؟ كم وكم لما نعرف علوم الإلهية سواء عقائدية أو روحية أو أدبية، فبتدي الاستنارة للإنسان وحكمة، وكلامه يبقى مملح
عشان كده اللي بيشبعوا بروح الإيمان تلاقيهم حكماء، حتى لو ناس بسطاء بيبقى عندهم نوع من الاستنارة. غير إن في أهمية كبيرة قوي في دراستنا للعقائد واللاهوت، لأن ما أقدرش أفصل السلوك عن العقيدة. حتى كلمة عقيدة جاية منين؟ العقيدة هي من عقدت عليه النفس. النفس عقدت على قناعة معينة، هذه القناعة وهذا الإيمان بصورة تلقائية يكون ليها تأثير مباشر في سلوكي. يعني لو أنا بأؤمن بأن الله موجود وأن في حياة أخرى وأن في دينونة والكتاب بيقول اكنزوا لكم كنزا في السماوات، احنا داخلين نحتفل بأحد الكنوز الحد الجاي، ان يكون لنا كنز فين؟ في السماء. فالعقيدة دي هتخليني افكر في الحياة الاخرى وهفضل اجهز نفسي ليها بالصوم والصلاة والصدقة. اللي يخلي ناس تتعب وتشقى عشان تجيب القرش وبكل سرور يروح مخرج من الحاجات اللي شقي بيها ده هي ويدي لربنا، سواء يدي لسان فقير او يدي في الكنيسه او في حاجه. اللي الدافع اللي يخلي الانسان يعمل كده عقيدته، لانه بيعتقد ان في حياه اخرى ربنا موجود وبيحبه وهيكافئه. فبيبص العقيده تاثر في سلوكه على طول. لما يكون عندي ايمان وعقيده بالشفاعه وان في سحابه من الشهود القديسين محاطة بينا تحيط بينا وتعقدنا من القديسين والملائكة، ده على طول بيخلي الناس ايه؟ يبقى في شركة مع السمائيين، دايما الواحد يشعر انه مش لوحده حتى لو معهوش حد والكل تخلى عنه، لكن يشعر انه مش لوحده، ربنا معاه. يشعر ان محاط بالملائكة، حواليه قديسين بيسمعوه وبيحبوه وبيصلوا من اجله. فالواحد يلتجئ لهم يقول لها يا ستي عدرا، يا ماري جرجس، يا رئيس الملائكة ميخائيل، يا ست دميانة، وهكذا. ايه اللي يخلي الناس تنادي على القديسين دول وشعارين ان هم معانا ويشعروا بوجودهم وبركتهم معانا؟ ايه اللي بيخلي السلوك ده موجود كده؟ العقيدة، ان هو بيؤمن بالشفاعة. تفتكروا لو واحد ما بيؤمنش بالشفاعة سلوكه هيبقى كده؟ وقيسوا على ذلك كل حاجة وكل فضيلة مرتبطة بالعقيدة على طول. وهنا أهمية دراسة العقيدة، ودي تورينا إن الإنسان بقدر ما تكون عقيدته سليمة بيكون سلوكه سليم. عشان كده بنوصف بعض الآباء والقديسين نقول إن هم كانوا أرثوذكسيين الإيمان والسيرة معا، مش أرثوذكسي في الإيمان وبس،
والسيرة أيضا، لأن السيرة والسلوك مرتبط بالعقيدة. وتاريخ الكنيسة حافل بالزين الأبرار والصديقين القديسين إيمانهم مستقيم، والناس اللي بتنحرف عن الإيمان نلاقي سلوكهم مش مظبوط، تلاقيهم يكذبوا ويتلونوا ويتعاملوا بغير استقامة، ممكن يعملوا أي حاجة عشان اللي في دماغهم يمشي، لكن مش ممكن إنسان مستقيم الفكر والإيمان والعقيدة يتبع أساليب مش مستقيمة. وأكيد هتدرسوا في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ العقائد أمثلة كتيرة زي كده. الكتاب نفسه يقول لك في مثل العذراء، مثل خمس عذراء حكيمات وخمسة جاهلات، يعني ربط سلوكهم في انتظار العريس بالإيه؟ بالحكمة والجهل، يعني حسب الفكر بيكون السلوك. عشان كده يقول في مرة أخرى تجددوا عن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يعني الواحد عايز سلوكه وشكله يتغير، مش ممكن ده يتم إلا يبدأ من هنا، من الفكر يتغير. وده في تاريخ الكنيسة نبص نلاقي ناس حياتها تتغير 180 درجة لما إيمانهم يتغير. شوف واحد زي القديس موسى الأسود، قبل ما يؤمن كان إيه؟ لكن لما آمن بقى إيه؟ شوفوا واحد زي القديس بولس الرسول، كان شاول، كان حسب إيمانه اليهودي كان إيه؟ وبعد كده لما عرف المسيح بقى إيه؟ كتير كتير كتير. شوفوا السامرية، واحنا داخلين على الصوم الكبير، شوفوا قبل ما تؤمن كانت ايه، ولما امنت سلوكها بقى ازاي. فأهمية العقيدة في الحياة الروحية أهمية كبيرة جدا. من أجل كل هذا لابد أن ندرس الإيه؟